قال فإن الله سبحانه يقول إذا كان وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجب فإنه ينزله منزلة من لم يعمل. لماذا ينزل منزلة من لم يعمل؟ لأنه أمر بهذا العمل خالصا لله فلم يؤديه خالصا لله، والإخلاص هو شرط في في في, في القبول. إذا كان من صلى بدون طهارة كأنه لم يصل، فمن لم يصلي بالإخلاص، الإخلاص أهم من الطهارة، كأنه لم يصل، لأنه ينزل منزلة من لم يعمل فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتي به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء، أي أن الله لا يقبل منه عمله بل يرده عليه. نعم.